السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة الكويت في اليابان أو رقم السفارة الكويتية في اليابان. رقم التليفون هو 00-81-334-550-361. يبقى تاني، رقم سفارة الكويت في اليابان أو رقم السفارة الكويتية في اليابان 00-81-33-455-0361. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.